جاء فريق السابق، ولكن واش اليوم انت راضي على الاداء ديال اللاعبين؟ كيفاش جاك المستوى ديال المباراه؟ انا راني ما نمنش بالاداء. الاداء اليوم في الكره اللي بالفاد هي نتيجه، هنا فيها ماتش نول ضد الرجاء، ان غون ماتش كنا نجمو نربحو لو كان الكره دخلت في الدقيقه 93 نتاع ابراكيل. اما برافو الاولاد، شفتهم لاعبيه اللي عمرهم بين 9 لاعبيه عمرهم بين 19 و21، هذاك اللي بيه الفايده. اما اليوم الاولاد ظهروا اليوم عملوا ان غون ماتش. مرسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.